روح روح أوف 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 أوف. لا نوير يا غبي يا نوير. كان ممكن اسجل على نوير يا شباب من المرمى للمرمى. لا 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 لا. السلام عليكم، هلا والله بالشباب، حياكم الله. مقطع جديد، حلقه جديده من كن اسطوره حارس مرمى. ليش مصطفى هذه الدخول يا شباب؟ الدعم اسطوري، 13000 لايك، 60000 مشاهده بس، والله شيء رقم خرافي. اتمنى الدعم هذا يستمر، مو مهم عدد المشاهدات، المهم اللايكات. يعني تخيل اللايكات نص المشاهدات. الله الله الله. يلا لايكك يا صديقي، افعل زر الاشعارات، اهم شيء زر التنبيهات اتفعله، هذا الشيء مهم اكيد بالنسبه لي يا شباب. خلينا نروح مباشره بدون مقدمات الى كن اسطوره حارس مرمى، السلسله الأسطورية، السلسلة الرهيبة بالقناة، والصراحة اللي تميزت بها أنا بشكل رهيب. عندنا ربع نهائي مباراة الذهاب ضد يوفنتوس، ريال سوسيداد. ممكن اسكيب، ممكن ألعبها، بس الإياب ضد اليوفي، أساسونا اسكيب، بعض المباريات كثيرة اسكيب يا شباب. ممكن نصف النهائي أحاول أخلص الموسم إن شاء الله. إحنا حاليا بالمركز الثاني ب 76 نقطة، فارق 12 نقطة على برشلونة، صعب ناخذ الدوري، بس أهم شيء وصلنا أتلتيكو مدريد للمركز الثاني، وإحنا حاليا متأهلين لدوري ابطال اوروبا، داخل بمرمانه 23 هدف، والله الرقم قوي. بس انا جيتهم بالنصف الثاني من الموسم يا شباب، اللي يتذكر قد كان داخل بمرمى اتلتيكو مدريد خليه يكتب بالتعليقات، لان يعني برشلونه دفاعهم اقوى من دفاعنا، احنا ثاني اقوى خط دفاع، بس برشلونه دفاعهم ناري. جاي يتدرب على مهاره ركله مشط اماميه، الصراحه ما ادري ليش تدربت عليها، يمكن على مود الضربات الحره، لان هي المهاره تنطي الضربات الحره يا شباب، بس انا حارس مرمى هل ينطوني اياها؟ ما ادري، كتبوا لي هل واحد بيكم سبق الى كن اسطوره حارس مرمى اخذ ضربه حره؟ ارد اسوي هذا الشيء. 20 يوم اكتسب المهارة ان شاء الله. ما نطولها، مباشرة ندخل للمباراة. ورونالدو ما موجود، رونالدو معتزل يا شباب. فهي تشكيلة اليوفي، مو اقوى خط هجوم عندهم نهائيا، هجومهم مو قوي، بس عندهم خط دفاع جيد. انا طاقتي حاليا 92، ديليخت هو قائد يوفنتوس، الله يستر. يلا ان شاء الله يا شباب، ان شاء الله نتأهل للدور القادم من دوري الابطال. لياقتي نازلة من الدقيقة 6، المدرب لازم يريحني، او ما ادري هل ازيد التدريب على اللياقة. امبابي جول، اول محاولاتنا هذه شباب. الاشتراكات، الله الله بالاشتراكات، يلا ال 200000 قريبه، 23000 مشترك بس، او 22000، 22000 بقالنا يا شباب بس، فشدوا حيلكم. خاطر هذه الصد، اشترك بالقناه يا صديقي، اشترك يلا يا حبيبي، اريد اشتراك بالقناه وتفعيل زر التنبيهات، وقبل نهايه هذا الشهر احنا واصلين ان شاء الله لل 200000 باذن الله. مصطفى 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 تركز يا سلام، لا مو بيدك يا حبيبي يا عم، بالبوكس لازم. شوف شوف هذه خطرة، هذه خطرة، هذه خطرة يا ولد، هذا التصدي الثاني يا حبيبي. طيني طيني طيني، وين وين وين، اطلع اطلع، ايش عندك بالجول يا حبيبي؟ تعال. للاسف انتهت المباراة، ما قدرنا نسجل ولا هدف، بل ما صنعنا اي فرصة يا شباب. مباراة الذهاب هذه ان شاء الله على ملعبنا نسجل يا رب. يلا صافرة الحكم، هذه باقي نتائج دور ربع النهائي، اليوفي وتشيلسي، وشالكا فاز على برشلونة 3-1، اتوقع برشلونة يسوي ريمونتادا يا شباب، حتى البي اس جي خسر 3-0 ضد تشيلسي. المباراة الكبيرة هذه يا شباب ضد ريال سوسيداد على ملعب ريال سوسيداد، فريقي السابق، مباراة الدوري. اوه ملعبنا من جديد مصطفى الى هذا الملعب، لكن هذه المره عدو وليس صديق. طبعا ريال سوسيداد ان شاء الله بالمستقبل راح ارجع للنادي، اعتزل عندهم باذن الله. ذكروني يا شباب بنهايه السلسله الاعتزاليه تكون عند ريال سوسيداد. الله فيليكس، يا سلام على فيليكس، ايه الهدف الاول. لا 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 لا، مصطفى مصطفى، صعبه يا شباب والله صعبه. الدفاع ليش تخطئ بهذا الشكل؟ اوريزابيل، اي اوريزابيل، ايام كانت مع هذا النادي الرهيب. شوف الخطا، يعني شنو هذا الخطا الدفاعي الفادح؟ والله صعبه، يعني مستحيله. يلا الله الله الله، الله. هذا اسيست خرافي. امبابي، لا لا لا، شوف 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 يا شباب، شوف 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 كيف ينطوهم مجال يصوبون. مرت الحمد لله. لا لا، مرت بس كانت خطره. الله يمكن يعني امبابي، وش هذا؟ والله فاجئني امبابي بالدبل كيك هذا. خلاص المباراة تعادل للأسف ضد ريال سوسيداد 1-1. برشلونة مستمرة بالانتصارات، بس احنا تقريبا شبه ضامنين المركز الثاني. يلا نزول اللاعبين إلى أرضية الملعب، هذه هي المباراة المهمة، مباراة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا. يا رب نعبر هذا الدور، الموسم الفائت عبرناه لكن واجهنا البافاري. ربع نهائي أو نصف نهائي يا شباب، والله ما أتذكر، يمتى خرجنا ضد بايرن ميونخ؟ هسه ما علينا، خليني أركز بمباراتنا، خلي أركز ما يدخل علي هدف، وبعدين لاعبين هم اللي يسجلون، اهم شيء انه انا ادي الدور اللي علي يا شباب. حلو
وانتو خيالي بين جواو ومبابي لكن ما اكتملت. سجل ها يا ولد. يا مبابي يا رهيب كيليان مبابي. 1-0 علينا نحافظ على هذه النتيجة. هدف بمرمانا يكلفنا كثير. مصطفى الدور عليه هسه يا شباب، ان شاء الله ما يجي هدف بإذن الله. الله يا كان ممكن يمر الجواو ليمار عرضية. شباب ممكن تعطيني اياها. يا سلام يلا مصطفى. الله تخيلوا يا شباب، لا عالية. شباب خروجي ما جاء يأثر على النتيجة، خروجي بآخر الدقائق، سلسلة واقعية بس الحارس شوية يحب يلعب يعني. شو نسوى مصطفى تركز. يا سلام تصدي البطولة يا ولد تصدي الموسم. هو المهاجم يعني ها يا شباب، بس لا تمركز همين. حلو يا ولد يا مصطفى، حلو. تقييمكم للتصدي يا شباب. ديبال راحت خلاص، انتهت المباراة، اهلنا لدور نصف النهائي. خلينا نشوف مباراتنا ويا من راح تكون. خرجنا خصم كاسم كبير لكن كتشكيلة لا والله يا شباب تشكيلته ضعيفة الصراحة. قلت لكم برشلونة تسوي ريمونتادا، شفتوا ريمونتادا. اتلتي بايرن تشيلسي برشلونة نصف نهائي. اتمنى يا شباب ما واجه البافاري من جديد، كان نار. كان مباراة الذهاب اتذكر كانت كبيرة مع ريال سداد لكن بالإياب فزنا عليهم 1-0. خل ندخل ونشوف مباراتنا ويا من راح تكون. لا مو هذا يا شباب. أوف 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 أوف. أصعب خصم ممكن تتخيله راح نلعب ضده نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. فزنا على سيسونا 1-0 وعلى فيا ريال 4-1. بس خلينا نشوف هجوم البافاري. الله منو هذا؟ كليفارت يا شباب، كليفارت ناري. كليفارت جاي يلعبونه SS. الهجوم ما أعرف منه بس 84 أيضا قوي. ساني جنابري، ليفاندوسكي احتياط يعني ينزل لنا الشوط الثاني يدمرنا. ليفاندوسكي عمره كبير شوية يا شباب، لهذا أعتقد احتياطي. بالواندا متروبوليتانو على ملعب أتلتيكو مدريد وامام جمهورهم في قمه القمم. اتلتي بايرن ميونخ، البايرن اللي خرجني بالموسم الفائت. لحظه الانتقام، لحظه دعس هذا البافاري. يلا يا جواو ركزوا شباب، كل التركيز على الفوز وما نتلقى هدف على ملعبنا بدون اخطاء دفاعيه، وان شاء الله ما تتلقون اهداف ان شاء الله باذن الله. كليفارت الله يستر. طبعا سيميوني كالعاده ينزل يا شباب تكتيك الدفاعي. توليسو هذه أول تصدي، الحمد لله أني صديت للكرة وقريتها صح لتصويب توليسو. يلا بابي شوف تركز. يا أخي جاي يسوي ليمار. شوف الكرة أكو ضيع هذه الكرة. لا شنو هذا، أنا صدي وهم يضيعون وفرصة سهلة، فرصة حلوة. موسى ديمبلي سهلة حلوة التمركز. كليفارت أو ديمبلي تصدي الحمد لله. بس نتيجة 0-0 على ملعبك ترى نتيجة حلوة تعتبر صراحة. مصطفى انتهت يا شباب المباراة 0-0. هسه الإياب، يا رب الإياب نسجل. أكيد أنا أحسن لاعب بالمباراة 100%. تشيلسي فازت على برشلونة ريمونتادا. بالبلاي ستيشن يا شباب برشلونة تسوي ريمونتادات، خارج البلاي ستيشن. سيميوني جايب العيد بالتشكيلة وهانز فليك منزل أقوى تشكيلة. والله يستر شنو الغباء من سيميوني ما أعرف يا شباب. ينزل ضد بايرن ميونخ بتيفيز اللي عمره 18 سنة وهذا اللاعب عمره 28 وفاشل، ومبابي وسواريز برا، فيليكس ما ماخذه أصلا للتشكيلة. هدفي بهذه المباراة هي البلنتيات، لازم بالبلنتيات أصعد فريقي، أما بغير البلنتيات كوتينيو كراسكو ممكن. الله يستر إن شاء الله يا رب تيفيز. تخيلوا جاي لليانز أرينا ومبابي احتياط، كيف راح تلعب؟ سيميوني ما يدخل بمرماي هدف بهذه المباراة، إن شاء الله أجيب البطولة اللي يحلم بيها طول عمره الأتلتي. لا الحمد لله قطعة أنفاسي يا شباب من شفت الليفا. صديت للكرة تصديات خرافية بس من اللي يسجل؟ ممكن توقفنا أنا؟ حلوة هذا الصحيح، هذا الخروج الصحيح اللي أنا أبحث عنه. يلا اضرب هذه لو جواو لو سواريز لو مبابي ليمار. لا ليمار ما يسجلها يعني، اي واحد من دور الثلاثه يسجل اكيد. ليمار ضيع الكره الاولى بالمباراه الاولى بالذهاب ما انساها له. تربت نهايه الشوط الاول. يا رب يخلص. يا سلام يا مصطفى يا سلام، شنو هذه التصديات الخرافيه، تصدي اخر لفاندوسكي. شوف فرص البافاري 4-3 على المرمى. حلو نزل كيليان مبابي، ما دام نزل مبابي اتوقع راح يسجل، ان شاء الله يسجل يا شباب. يلا ليش
ليش ليش يا مبابي ليش؟ روح روح. أوف 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 أوف. لا نوير يا غبي يا نوير. كان ممكن اسجل على نوير يا شباب من المرمى للمرمى. لا 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 لا. مبابي مبابي الفوز. يا مبابي يا مبابي. نروح للاشواط الاضافيه. للاسف بهذه المباراه لهم الشوط الاول والشوط الثاني كان بالكامل انه وعلى ملعبهم. الحمد لله. شوفوا الامساك يا شباب، شوفوا قوه الامساك. يلا 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 يا شباب روح. بلنتيات ضد بايرن ميونخ، عندهم اقوى مسدد ليفاندوسكي، لازم انتبه لليفاندوسكي وسانيا. انخي الكوريا اول مسدد وهو افشل مسدد عندنا. مصطفى لا يخسر البلنتيات من جديد. لا 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 يا مولانا. فاشل، كيف راح اصدر ضربة الليفا؟ ليفاندوسكي. هالاند هالاند عذبته وعذب ليفاندوسكي. يا سلام. يلا مبابي، ها مبابي لا تضيع. مبابي يلا جول. يا حبيبي يا سلام. ثاني افضل مسدد لهم، اذا ضيع راح تنهار معنوياتهم. حلوه كراسكو جول. يلا بسم الله يا رب. جيبه 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 جيبه. جاي صوب عليه هالتصويبه هذه. انا خبره يا كوتينيو، صوب بالخبره يا خبره. انت مينك خبره؟ اطلع برا. لا لا اذا ضيع نخسر. كوكي لا تضيع. حلوه الحمد لله خلانا بالمباراة. مصطفى يعني صديت بس كرتين ما يصير الصد هذه. يلا بسم الله يا رب. جيبها يا حبيبي. اي والله رهيب الحارس. شوف القميص يا شباب الصار بيه من التصديات الخرافية. سولي او ساو يا بوت. الله اذا تضيع يا منو هذا ما ادري. يلا دير بالك تضيع. ركز يا رب يا رب. يلا النهائي شباب، النهائي النهائي. توقعون جول ولا لا؟ جول 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 جول. للنهائي يا حبيبي للنهائي، اخيرا وصل لنهائي دوري ابطال اوروبا. خيل حقق البطوله لاتلتيكو مدريد. راح نشوف الخصم، هل راح يكون برشلونه او تشيلسي؟ اهم شيء اهم شيء الانتقام من البافاري. بايرن ميونخ فازوا علي تذكرون 4-3، جلدونا الصراحه لما كنت مع سوسيداد، لكن اليوم جلدناهم وبملعبهم صديت الكراتهم. برشلونه ريمونت، قلت لكم برشلونه باللعبه سوى ريمونتادا، بالحقيقه تاكل ريمونتادا. برشلونه فريقهم جيد، فريقهم لا والله قوي مو جيد، فريقهم قوي واخذوا الدوري واعتقد وصلوا للنقطة 100 بالدوري. نهائي كأس الكوبا در ضد برشلونة، راح نلعب نهائيين ضد برشلونة. يلا شباب بطولة الريث ان شاء الله. في وجواو نازلين اساسيين، هذه مباراة عادي نخسرها، بس النهائي يا شباب نهائي دوري الابطال ما اريد اخسر الصراحة. فريق برشلونة ترى والله قوي. مباراة القمة ضد برشلونة، نهائي كأس اسبانيا الكوبا دير ضد ليو ميسي، نزول اللاعبين الى ارضية الملعب. يلا يا مصطفى كل التركيز، برشلونة عندهم فورلان وميسي ناريين. فيك الله اول 5 دقائق جول. 1-0 يا جواو. امبابي صوب. الله 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 الله. وش هذا الامبابي هذا؟ امبابي يا لا لا لا. سهله يا ميسي سهله. والله عدت 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 عدت. هو مبابي. لا خلاص رسميا احنا ابطال الكأس. 1-0 على برشلونة، هدف جواو فيليكس خلانا ناخذ هذه البطولة. هسه عندنا مباراة نهائي الابطال. شباب ما فرحت بهذا اللقب كثير، لان اريد اللقب الكبير، اريد لقب ابطال اوروبا ضد هذا النادي الكبير. خلص الدوري، احنا بالمركز الثاني 90 نقطة. فريق الموسم بالدوري الاسباني كورتوا افضل حارس، انا جيت لهم بالنصف الثاني من الموسم، اتوقع يعني حقهم انه ما يختاروني افضل حارس يا شباب. بس الغريب اكثر لاعبين من ريال مدريد هم اصلا بالمركز الثالث. يلا النهائي نهائي الابطال ضد برشلونه. حلو سيميوني ما متفلسف، هذه تشكيلتنا. فورلان وميسي، ديونغ، بوسكيتس، انسو فاتي، ديمبلي، سيرجيو روبرتو، لينغلي، بيكي جونيور، وتير شتيغن. تشكيله برشلونه قويه. يلا نزول لاعبين الى ارضيه الملعب النهائي الكبير. لاول مره اصل لهذا المكان يا شباب، ومباراتنا ضد خصم كبير، ضد خصم صعب الصراحه، ضد برشلونه سنه 2022 اعتقد هذه المباراه 22. المهم ما علينا، هسه سافرت البدايه. مصطفى تركز على الفوز، عمره 21 سنة، شحلات اللقب ويجيب هذا العمر. يلا أول لقب أبطال إن شاء الله. لا فورلان مرك مرك فورلان فورلان يا ولد يا مصطفى على التصدي خرافي. ركز 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 ركز، أهم شيء ما يدخل جول. سيرجي روبرتو. ها ليو ليو كيف تخلوه واحدة يا شباب؟ شوف 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 الاستلام، يعني كيف الصدالها صعبة والله صعبة. لا ليش تصوب مرر الاجواء؟ فورلان فورلان. الله 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 على التصدي.
لا يا شباب دبل كيك بعد، يعني ايش اسوي؟ الله 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 الله، هجمه مرتده، هجمه مرتده. فاتي 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 3-0 في اتلتيكو مدريد بنهائي الابطال. شوف الهجمه المرتده، ليش ما هجمت من البدايه سيميوني؟ وانا ليش ما خرجت؟ والله حتى لو خرجت يا شباب شو اسوي؟ يعني لاعب مهاري يعبر الحارس بسهوله. مو هذه الهزيمه يا شباب، مو هذه الهزيمه. كافي كافي كافي، والله حرام حرام يدخل بمرمى هالقد اهداف. شوف برشلونه برشلونه تلعب يا شباب، شوف التمريرات، شو جاي يسوون؟ ميسي. يا مصطفى، خلاص 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 انتهت المباراة للأسف. دقيقة 91 يا شباب خسرنا مباراة ما كان لازم نخسرها الصراحة. يلا تقدم، ممكن أسجل هدف. خلاص صفر الحكم، نهاية المباراة خسارة غير متوقعة الصراحة. 3-0، وإن كنت تتوقع أنه برشلونة راح تدخل بهذه القوة، بس 3-0 حرام يا شباب. برشلونة بطل لبطولة دوري أبطال أوروبا، كانوا أفضل من عندنا بكل شيء، الإحصائيات كلها له. سيميوني هو اللي ضيع علينا البطولة. يلا احنا بداية طريقنا يا شباب، إن شاء الله بالمستقبل بإذن الله ناخذ البطولة. الحلقة الجاية راح نستعرض بها الفائزين بالبطولات وننهي الموسم إن شاء الله. لايكاتكم اشتراكاتكم تفعيل تنبيهاتكم، شكرا للمشاهدة. دخلت الحلقة بحماس، انتهت بمفاجأة كبيرة وخروج من الأبطال وأول نهائي أو خسارة الأبطال بأول نهائي لي للأسف. يلا السلام شباب، حلقة جديدة إن شاء الله، موسم جديد بإذن الله يكون أفضل.